اربع نقاط و14 هدف جابهم غزل المحله ب24 نقطه. صفاره حكم اللقاء محمد ناصر عباس تعلن بدايه احداث الشوط الاول. كان بادئ قبل المباراه ولكن يبدو انه اتصاب في التسخين. ادي عرضيه لغزل المحله جوه منطقه الجزاء وضربه الراس من تشارلز باسي. المدير الفني لنادي غزل المحله القياده الفنيه الثانيه اصابه، ادي اصابه للاعب نادي النصر للتعدين اللاعب اعتقد ده متولي جمعه، لكن اللعب مكمل. عرضيه ارضيه جوه منطقه الجزاء، جابر عملها هديه، جابر عملها هديه لكن مين التعديل مره ثانيه، لمسه كده سحريه من ايمن ندى، وادي الاماميه تعمل انفراد خطير لتايسون، تايسون اتطوح بالكره ناحيه اليمين ويصوب لكن في زاويه ضيقه، الزقه اللي الكره من امام عبده يحيى، جيبها مره ثانيه نادي النصر للتعدين، توصل لعبده على حدود منطقه الجزاء، يا ولد الله 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 الله، هو ده الكلام يا عبده. عبده يحيى عملها تصويبه في ملتفة بعد ما اللاعب السابق مالك توريه قدم، وادي تصويب، يا سلام يا سلام يا سلام، حارس المرمى يتابع صفقه فارس نيمار جناح نادي بعد فتح باب القيد في فتره الانتقالات الشتويه. هجمه سريعه لغزل المحله حلوه ناحيه اليمين، عرضيه ارضيه وتصويب، يا راجل يا راجل مش بتاعنا. نادي النصر للتعدين 8 لاعبين نجحوا في تسجيل 13 هدف، يعني ده عنده الادوات الكتير للتسجيل وده عنده. ادي جابر، ادي عرضيه معديه ضربه الراس تشارلز باسي، التصويب، يا راجل يا راجل يا راجل، هيعمل لك ايه تاني؟ هيعمل لك ايه تاني؟ منطقه الجزاء لنادي غزل المحله، سند الكوره، وادي العرضيه، ده تريكه، ده لعبه، ده جمله، ده سلام عملها حسام عبد العال، وادي تشارلز باسي ضربه ركنيه محلويه من ناحيه اليمين، تلعب عرضيه فين؟ يطلع حارس المرمى، يا ولد يا ولد. وهنا بقى تشارلز باسي بيشارك مع حارس المرمى، اعتقد هياخد انذار. الانذار جاهز، الانذار جاهز من محمد ناصر. ادي اللعبه، ده نطحه، ده نطح. انذار لتشارلز باسي في الدقيقه الثانيه لنادي النصر للتعدين من ناحيه اليمين، عرضيه جوه ال 18، يا راجل يا راجل يا راجل، يا حظك يا حظك، مش هقول لك يا راجل، لا هقول لك يا حظك. توفيق ما كانش موجود، ما جبتش معاك توفيق ليه يا راجل؟ ماشيين للقايمه الاساسيه لمنتخبنا الوطني، يعني برضه لعيب جيد. ادي محاوله جوه منطقه الجزاء وتصويبه، يا راجل يا راجل يا راجل، ما وجهش، ما عملش الناشن كان. ادي حجي قطع، انطلق، اخترق، عرضيه، عبده يحيى، تصويبه، ترتد مره ثانيه، وادي القلشه وجابر فتح زاويه التصويب، تصويبه بشماله فوق العارضه، فوق العارضه، هجوم غزل المحله تنتج في النهايه على ايه؟ على ضرب الثغره اللي موجوده دي. ادي انطلاقه من ناحيه الشمال ولكن التشتيت موجود، وهنا بقى معاها تنطلق صفاره نهايه احداث الشوط الاول بتعادل سلبي بدون اهداف نادي غزل المحله ونادي النصر للتعدين. سعدت باللقاء مع حضراتكم، لكن اعتقد الشوط الثاني ان شاء الله نشوف اهداف. صفاره حكم اللقاء محمد ناصر عباس تعلن بدايه احداث الشوط الثاني. الشوط الثاني هنشوف، لكن تخلي بالك بعد كده. ادي انطلاقه من جابر حلوه ناحيه الشمال، توصل الكره عند شيكو محارب، حلو قوي، طلع الكره في منتهى الخطوره ناحيه الشمال، عرضيه لسه ما هو خطيره مره ثانيه، عرضيه ثاني من ناحيه الشمال، ادي عرضيه مره ثانيه لنادي غزل المحله، لكن بيشتت بقى المره دي، يجيبها غزل المحله وحجي، تمريره قصيره تشارلز باسي، وادي التصويب، يا راجل يا راجل، ار 2 مش كده، الار 2 مش كده، رجله اليمين رافع ايديه الاثنين، يعني هيلعبها فين؟ يلعبها عرضيه على الايم البعيد، ضربه الراس، شيكو محارب، يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل، مش ممكن. احمد عاطف على فكرة اسمه الحقيقة، ضربة مرمى عدت من امام طارق، بيلعب باك شمال مثلا او بيلعب مساك وبيلعب باك شمال، بيلعب باك يمين، ادي حلوة كورة، وادي جابر ممكن اللوب، يا ولد يا ولد، لكن الراية موجودة والصفارة موجودة، يا عالكورة شكله حلو قوي. ادي اللعبة، هو على فكرة هو منعنا لكن معاه حق، معاه حق والله، لكن اللعبة كل الشكر الحقيقه لاعضاء ورؤساء لجان الحكام على مدار الفترات اللي فاتت كلها اللي ساهموا في هذا الامر. ادي محاوله المرور، وادي جابر، وادي العرضيه، وادي تشارلز، يا سلام، لسه ابو الحمد، تصويبه، ولكن تشارلز شوف الاستلام بالدوران، قلت لكم فنياته عاليه هذا اللاعب. مره ثانيه توصل ناحيه الشمال، حلوه الكوره، تعمل خطوره، وش رجله الخارجي، ضربه الراس، يا سلام، قطع ايه؟ قطع حارب في الجناح الشمال، وانطلاقه من عبده يحيى اللي بدا يروح في الجناح الشمال، وودى تشارلز باسي راس حربه، هات وخد شيكو محارب، تصويبه، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، على الهات وخد، ويا سلام على حضراتكم. في الشوط الاول نجح نادي غزل المحله ان هو ينهي هذه الازمه، وبيتم
القيد لاعب مالك توري. ادي محاولة العرضية جوه منطقة الجزاء، ورجب مارو خطير يا جماعة، رجب مارو خطير، رجب مارو خطير. وتايسون اللي كان راس حربة هيلعب جناح يمين، ادي بينية جوه المنطقة، رجب مارو، رجب مارو، رجب هيغمز، يغمزها بسن رجله لكن تخبط الكورة، تخبط في الدفاع يجيبها تاني، غزل المحلة، وادي العرضية لكن مش هيلعبها ازاي، هنشوف. سابها، سابها الغالي، عرضية في منتهى الخطورة، ضربة الراس، يا راجل يا راجل يا راجل، مش ممكن مش ممكن، رجب مارو. نادي غزل المحلة يا جماعة، ضربة ركنية من ناحية اليمين، عرضية، عرضية والتصفيق، واه يا راجل يا راجل، لسه عبده يحيى، عرضية تاني وتشتيت تاني من دفاع نادي النصر. يحصل خطورة لكن شوف القطعة اللي فاتت، سبق وسرق واخد المدافعين وعملها ببطن رجل او بوش رجله الداخلي كده بلفة حلوة، وسرق حلو قوي المدافعين، والكرة لو خدمت بالنسبة لنادي النصر للتعدين والله. بالنسبة لنادي غزل المحلة، الدكتور خالد الجميزة، عرضية جوه المنطقة بمنتهى الخطورة، وهدف أول لغزل المحلة، عملها الفلاحين، عملها الفلاحين، يا سلام يا سلام يا سلام، هدف أول في اللقاء، هدف أول في اللقاء، العرضية على 100 والتسديدة 100 الغربية. شوف العرضية من غالي صاحب التوكيل، عمل العرضية الشقية، وادي اللمسة، يا سلام يا سلام يا سلام، عملها، عملها لاعب نادي غزل المحلة، عملها اللاعب احمد طارق قلب الدفاع القادم من نادي زد، صاحب التوكيل، فرحة نادي غزل المحلة في هذا اللقاء. يا سلام، هل لمست، هل لمست في احمد طارق، ولا عدت بتسديدة احمد محمود غالي هذا الموسم. الدقيقة 82 من عمر اللقاء، دي 82 من عمر اللقاء، واصبحت النتيجة قدام يا راجل. هنا مرة تانية، ادي سامون، سامون يفتح زاوية التصويب، عايز يعملها، تخد على حدود المنطقة، عدى سامون، وادي بقى بيقول له قوم يا راجل، قوم يا راجل، بيقول له حكم اللقاء، الدبل باص اتعملت حلوة قوي، نشوفها تاني، نشوفها تاني، ادي الدبل باص، وادي ناصر، يا ولد يا والله هايل، نادي وادي دجلة 9 أهداف فقط دخلت مرماهم. ضربة ركنية في المقارنة بقى، 34 هدف دلوقتي، أضعف خط ظهر النادي النصر للتعديل. عرضية جوه المنطقة، ضربة الراس، لكن هنا بقى التدخل موجود دفاعيا وما قدرش يملك الكرة وهو طالع، توصل لنادي النصر للتعديل مرة تانية، محاولة المرور، الزحلقة، ما فيش وقت للزحلقة، وادي على طول انطلاقة النصر للتعديل، والله ممكن، والله ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، يطلق، خلاص خلاص، خلص الكلام، حكم اللقاء محمد ناصر عباس، صفارة النهاية، نهاية